معانا طبعا واحد من الناس المسؤولين الكبار في النادي الاهلي، الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. مساء الفل يا كابتن، والف الف مبروك. مساء الفل يا كابتن هاني، تحياتي ليك وتحياتي للاستاذ هاني، ازيكم؟ كل سنه وانتم طيبين، والف مبروك لنا كلنا. وانت طيب يا كابتن، ويعني الف مبروك لينا كلنا. وكلمني بقى النهارده، يعني ابتديتوا تشموا نفسكم؟ ابتديتوا تستعدوا لافريقيا من دلوقتي افتكر، او من قبل كده كمان يعني، بس خلاص بقى الاستعداد اللي هو يعني خلاص مركزين؟ يمكن الحمد لله. طبعا فرحه الدوري فرحه كبيره وفرحه هائله لكل الناس، وبكرر شكري ثاني ومره ثانيه ومليون جماهير النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب ولجنه التخطيط وكل الموجودين في المنظومه، لاعبين وجهاز واداريين وعمال وجهاز طبي، كل المنظومه، كل واحد بيتعب طبعا على اختصاصه دوره بيأدي على اكمل وجه. واحنا عندنا سياسه العمل الجماعي مفتقدينها شويه، وخصوصا في المنظومه الرياضيه، لكن ما فيش حد بينجح لوحده ابدا يعني. كل بيبقى مساعد وكل بيأدي في حدود اختصاصه ودوره لتكتمل الصوره ببطوله كبيره زي الدوري. قول لي يا كابتن سيد، الموسم ده كان موسم استثنائي، موسم صعب جدا. قول لي الفتره اللي فاتت دي عدت ازاي عليك؟ انت كنت بتفكر في ايه؟ اول حاجه كانت بتشغل بالك ان انت توصلها لباقي زمايلك للعيبه، كان ايه اكتر حاجه شاغله دماغ وبال كابتن سيد عبد الحفيظ؟ بص انا اقول لك على حاجه احنا متربيين عليها، وبنادي كل اللي طالعين، وخصوصا مدرسه الكوره في النادي الاهلي او مدرسه النادي الاهلي كقطاع ناشئين او حتى اللي بيجي جديد شويه ولا حاجه، يعني مهم جدا 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 ان انت تفكر دايما الهدف الاكبر. في تفاصيل صغيره في عالم الرياضه ممكن الناس تبقى ناسياها او غفلاها، لكن مهمه جدا، وكابتن هاني هياكد الكلام ده ويقول لك ده. في تفاصيل صغيره تبان انها صغيره، لك لما تجمعها تدي لك مباراه او تدي لك بطوله. التفاصيل دي ممكن تبقى اجواء في بعض الاوقات، المباراه الواحده بتبقى مختلفه عن البطولات الكبيره، والبطولات الكبيره بتمر بمراحل كتير قوي، منها بيبقى مش في يومك، مش في حالتك، النتيجه مش مساعداك، فازاي تخرج بسرعه وتجيب نفسك بسرعه عشان تكمل الدوري. لكن اللي انا عايز اقوله للناس اللي موجوده كمان طالعه من تحت، التمرين ما بيبقاش ساعتين وخلاص، او اللي عايز يبقى لعيب كوره او اللي عايز يبقى نجم، هي المده مش الزمنيه للفتره التدريبيه او المباراه اللي بتاديها وخلاص. بره الكوره كمان، يعني طريقه تفكيرك عامله ازاي، استعدادك عامل ازاي، التعليم اللي بتاخده والثقافه اللي بتاخدها وشخصيتك بتتبني ازاي، كل ده مهم جدا عشان تبقى نجم وعشان تلعب في النادي الاهلي. لازم يبقى عندك الشخصيه والدماغ اللي تساعدك ان انت تبقى موجود في النادي الاهلي. صحيح يا كابتن سيد، وده اللي اتعملناه في النادي الاهلي. كان كمان اللي خلينا نتكلم بكل امانه، السيزون ده يمكن او الموسم ده استثنائي شويه، مش هنقول لكورونا، كورونا على الناس كلها، لكن على المستوى التحديات اللي قابلها النادي الاهلي على مستوى السوشيال ميديا في الفترات الاخيره، كان مهم جدا ان احنا نثبت ان احنا النادي الاهلي واحنا ماشيين بشكل مميز جدا وما بنبصش ورانا. لكن كمان ده حتى بعد بطوله الدوري، بعد ما كسبنا الدوري، ايه رايك في بعض الناس اللي بتطلع وبتقول ان لعيبه النادي الاهلي جايه لها احتراف خارجي، والنادي الاهلي اللعيب الفلاني الفلاني هيمشي السنه دي؟ يعني كمان في حرب نفسيه اعتقد كمان بعد الفوز بالدوري ممكن تكون ليها، وانت برضو تشاركني الراي، ممكن بيكون في عمليه شوشره شويه على اللاعبين، وانت كنت لعيب كبير وعارف، خروج يخرجوا شويه عن التركيز، حد يبعت له يقول له انت تحترف هنا في المانيا ولا في ايطاليا، فانت شايف الكلام ده ازاي وبتكلم ولادنا ازاي في الموضوع ده؟ بص مبدئيا يعني احنا علاقتنا باللعيبه علاقه تعاقديه، العلاقه القانونيه التعاقديه ممتده، ولا واحد عقده ينتهي السنه الجايه غير واحد بس هو ليه قضاء، الكل عقده ممتد. فانت لو بتتكلم على يعني احتراف او عروض ولا حاجه، فلازم يبقى من خلال النادي الاهلي، كل واحد عقده ممتد سنتين وثلاثه واربعه وخمس سنين، الوحيد اللي عقده يخلص سنه كده هو وليد ازارو. مبدئيا يعني يكون ان يجي لحد عروض ده مش وحش، ده كويس مش مشكله، لكن انت بتقعد وتتناقش مع الجهاز الفني والطرق والخطوات المعتاده في النادي الاهلي، تتناقش مع المدير الفني، وبعد كده ترفع لجنه التخطيط والمشرف العام على الكوره، وبعد كده تاخد القرار. لكن في الحاله اللي احنا فيها ديت، يعني اعتقد ان احنا في اجواء يعني صعبه قوي، لدرجه ان في ناس بتبقى قصده يعني انها تنقل تركيز او تفتت التركيز او تنقلك من حاله ايجابيه الى حاله سلبيه، وهو ما فيش عروض اصلا. ما هو ده اللي بكلمك عليه يا كابتن سيد، هي مش هو اصلا ما بيكونش يعني، وخلي بالك انا عشت بره وعارف، يعني ممكن جدا اي حد اي ايجنت يروح لاي نادي ان شاء الله البايرن، هيقول له انا عندي لعيب، هيقول له طب ممكن تبعت اللعيب ده يجي يعمل ترايل،
فممكن جدا الراجل ده يجيب جواب من البايرن او يجيب جواب من فرقه كبيره يقول لك اه فلان الفلاني لعيب النادي الاهلي جاي له عرض من نادي كبير، ويبدا يخرج اللعيب دوت من اجواء التفكير، واحنا عندنا البطوله الكبيره اللي جايه. فده وارد جدا، والموضوع بقى بره مش صعب يعني ان احنا ممكن نعمل انفيتيشن لاي لعيب يعني. بص انا يعني طبعا اللعيبه عارفه الكلام ده والمفروض انها تبقى مدركه، لكن بنتكلم في حالات الاجواء الرياضيه خرجت حتى بره السلوك العادي يعني. صحيح. ممكن تلاقي واحد موتور مثلا ساكن بره او عايش بره ولا حاجه يعني، حالتنا اللي احنا فيها ديت يعني او اللي احنا بنعيش في الفتره اللي احنا فيها دي، واحد موتور عايش في ايطاليا كده يعني دماغه سابقة كل الناس اللي موجودين في العباسيه يعني، فبيبعت اللعيبه وبعت لهم اه والله يعني موتور جدا يعني، هو ده اللي هيخرج بره التركيز. طب يا سيدي بره التركيز بس من الاخر، وفي الاخر الحمد لله بتحصل البطوله. ف يعني انا بقول دايما ان العلاقه التعاقديه علاقه طبعا محترمه وجميله وقانونيه وكل شيء، لكن في اجواء بتساعد في وقت ما في مباريات ما ومرحله ما تبقى الهدف منها ان انت تطلع لعيب مهم او لعيب موجود في الفرقه بره تركيز. المفروض ان احنا نقابل ده كمسؤولين او كلاعيبه شخصيات عاليه ودماغ عاليه وطرق برضه سليمه قانونيه 100%. لكن انا بقول للعيبه قبل حتى ما اقول للناس كلها يعني، الفتره اللي جايه تسمع اخبار كتير جدا يمين وشمال وفوق وتحت. صحيح. والناس جاي له حاجه من ايطاليا وجاي له حاجه من اسبانيا وجاي له حاجه من انجلترا وجاي له حاجه من فرنسا، حاجات كتيره جدا يعني. احنا ما عندناش مشكله في الخطوات السليمه. لو في حد جاي له حاجه يبقى عن طريق النادي كعقود، لكن لو واحد هيتصل بيك من بره عشان هو عايش بره زي ما انت حضرتك شرحت كده من شويه يا كابتن هاني، تمام؟ ده الهدف منه ان هو يخرجك بره التركيز يعني. فبقول للعيبه قبل بقول للجماهير، الامور دي هتزيد قوي الفتره اللي جايه، احنا عندنا حاجه مهمه النهارده، امبارح كنا بنفرح بالدوري، النهارده من ساعتين بنتفرج على الوداد، الوداد كان عنده مباراه الدوري المغربي، تمام؟ محظوظين ولاد الذين يعني كسبوا 2-1 في اخر ثانيه، بس كان قبلها كان عليهم بينالتي وضاع، فيعني انت بتتابع على خلاص اجواء لاجواء ثانيه. فيعني خلينا دايما يبقى عندنا التارجت بتاعنا اللي احنا بنين عليه خطتنا من اول الموسم، بطوله الدوري ثم بطوله افريقيا. خلنا الدوري ان شاء الله الرحمن يبقى تكمل فرحتنا، والليله الكبيره بتاعتنا تبقى بطوله افريقيا يوم 6 نوفمبر باذن الله. ان شاء الله. عشان تروح ل 6 نوفمبر عندنا سيمي فاينل 18 و23. تستعدوا لها ازاي من دلوقتي يا كابتن سيد؟ عندنا المباراه دلوقتي 17 و23. عارف يعني قول لي بقى، قول لي شكل الاستعدادات ان شاء الله يعني شكلها عامل ازاي؟ بص طبعا في حاجات فنيه مرتبطه بالجزء الفني ده عند فايلر والجهاز الفني، لكن في حاجات مرتبطه بالامور التحضيريه، تمام؟ يعني الامور التحضيريه ممكن تبقى في اجواء تساعدك في مباراه، مش شرط تبقى هي نفس الاجواء اللي تساعدك في مباراه اخرى على فكره. فاحنا بنتكلم على رحله المغرب، رحله المغرب ممكن يعني مشكوره كابتن محمود الخطيب ولجنه التخطيط ومجلس الاداره، يعني بيبقى في اتجاه لطيران خاص ده برضه هيساعدك، لكن هل من الصح ان احنا ناخد المعسكر هناك مثلا قبل المباراه في 5-6 ايام؟ هل ده صح؟ هل الاجواء تساعدنا؟ هل الاجواء تصالحنا؟ ولا هو في كل الاحوال الاصعب هو اللي جاي يعني. انت هو طبعا يعني على مستوى البطوله الافريقيه طبعا كابتن انت عارف الاجواء بتختلف كتير جدا والمنافس بيبقى مستويات لكن اللي انت بتقوله مهم جدا ده كمان اعتقد بالتنسيق مع فايلر لان كمان ليه رؤيه فنيه وممكن جدا الراجل يقول لك لا انا ممكن اعسكر 4 ايام وممكن نسافر عادي ونقعد 4 ايام ونلعب المباراه يعني ده كمان في جزء فني يعني دي امور فنيه لكن انا في شغلي انت بتختار كل او بتحضر على كل المستويات يا كابتن هاني والجهاز الفني كتير فني هو بقى بيختار افضل من وجهه نظره. كل التوفيق يا كابتن سيد، بنقول لك مبروك مره ثانيه ومش جديد علينا لو اذا كان سجل يعني النادي الاهلي حافل ب 42 بطوله فسيد عبد الحفيظ لوحده 13 يعني 13 اكتر من اي حد ثاني، اكتر من انديه ثانيه واخده بطولات. مبروك يا كابتن سيد، مبروك يا كابتن مبروك وعقبال اللي جاي ان شاء الله، والاهم ان شاء الله بطوله افريقيا ان شاء الله ان شاء الله.